نعلن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لحكم أردوغان في أحياء العثمانية جديدة، ونعلن للعالم أيضا أن اتفاقية السراج أردوغان لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به، لأننا كتبنا بدماء شهدائنا عودة الوطن للوطن، وعلى أهبط استعداد لنجعل الأرض نارا تحدى أقدام أي من يتطاول على الوطن أي إن كانت نيته. وعليه فإن منطقة الرجمة بأهم تركيباتها قبيلة السيات وباقي القبائل المتعايشة معها سنكون رهن إشارة الوطن الذي يمثله سيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر ورفاق الأبطال في مختلف صنوفه، ونشيد بالدور البارز بنصور الجو وعلى رأسهم البطل اللواء عامر جقم الذي نطلب من الله العزيز أن يفك أسره، ونشيد أيضا بدور ضباط وضباط الصف والجنود والقوى المساندة المرابطين في مختلف الجبهات، وليعلم الجميع أن منطقة الرجمة الصغيرة الوادعة الآمنة التي احتضنت وأصبحت رمزا لعملية الكرامة تطالب بأن تكون مقرا دائما لقيادة عملية الكرامة في حالة التحرير تحرير الوطن بالكامل